انا يمكن حابب ان انا اشير اليه كناحيه يعني جيده جدا، الخبراء الاقتصاديين ارجو ان هم يكونوا تابعوا ان هناك مؤسسه كبيره جدا اللي هي مؤسسه جولدمان ساكس طلعت في اخر سبتمبر تقرير على مصر، ودي يعني واحده من اهم المؤسسات الاقتصاد العالمي اللي بتبقى بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع. طلعت تقرير مهم جدا على مصر أشارت فيه إلى أن مصر يعني المجمل فيه، المجمل أن التقرير إيجابي، التقرير بيتكلم على أن مصر متحركة في المسار السليم والصحيح، بيشير إلى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الأجنبي، وبيشير إلى أن الدولة باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها، ويمكن هنشوف الكلام ده لما معالي وزيرة التخطيط تعرض المؤشرات بتاعت الفترة اللي فاتت، بتشير أن الدولة المصرية ماشية بطريق جيد جدا جدا في إدارة الـ 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 الأزمة والفترة الكبيرة اللي احنا ماشيين فيها، كل المؤشرات بتتجه للتحسن، وتوقعاتهم ان استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين، الا اذا برضو حصل حاجة اكسترنال بقى يعني تاني بعيدا عن ان لو المنطقة دخلت في حاجة اكبر من الظروف اللي هي موجودة. واشاروا الى ان، ودي نقطة مهمة جدا بتتوافق مع اللي انا قلت قدام حضراتكم، توقعاتهم للتضخم، وان التضخم هينزل الى ما دون 10% قبل نهاية او بحلول نهاية 25،